السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديروا صبه ديال الخضره مع الشوفان. غادي نحتاجوا ليها خزوه كبيره قطعناها طريفات صغار، قرعه خضراء كبيره قطعناها حتى طريفات صغار، بطاطا كبيره وحده قطعناها طريفات صغار، لفت وحده ولا جوج صغار مقطعين طرفه صغار، شويه ديال المكور حتى هو مقطع طريف صغار، ربعة ديال مطيشة ديال سوريس، بصلة صغيرة، قبطة ديال الكرافس اللي قردنا. غادي نحتاجو معلقة صغيرة ديال مطيشة الحك، وواحد الضمة ديال السمن. إلا كان عندكم السمن الآخر ديرو معلقة صغيرة، 100 غرام ديال الشوفان، والملح والإبزار. كوكوط كنديرو الخضرة، خيزو، بطاطا، القرعة، اللفت، المكور، الكرافس، مع الملح والإبزار، والضامة ديال السمن. مولينات كنديرو مطيشة، بصلة، كنزيدو شوية ديال الماء، وكنطحنو. كنزيدو العسل ديال المطيشة على الخضرة، كنخلطو شوية باش يتجانسو مع العصير. غادي نديرو مطيشة الحك، وغادي نزيدو تقريبا إترو ديال الماء باش طيب الخضرة ديالتنا. الخضرة ملي طابت كنزيدو الشوفان وكنحركو وكنخليوه يطيب، ومره مره كنحركوه باش ما يلصقش. وهي الصبه ديالتنا موجوده، وبالصحه والراحه.